كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية بدورته التاسعة النجم الأردني منذر ريحنة اللي فاز بجائزة التميز بفضل دوره الشيخ حمزة في مسلسل أبو عمر المصري، وكان منذر ريحنة لعب دور أبدع فيه بدورة رمضان 2017 بمسلسل الحرباي اللي ما بيقل قوة بالأداء عن دوره بأبو عمر المصري. منذر أهدى الجائزة لروح صديقه الفنان الأردني الراحل ياسر المصري اللي مثل ما بنعرف توفى بحادث سير، وأهداها أيضا للإعلام الأردني سعد السيلاوي، وقال عند استلامته للجائزة: أنا بهدي الجائزة هاي لأعز الناس، صديقي وأخوي النجم ياسر المصري وأبوي الروحي اللي علمني كثير الإعلامي الكبير سعد السيلاوي.